الجميع يعرف انه المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه مصر العربيه هما من ركائز التحالف. حرر المواطن اليمني من قبضه هؤلاء المجرمون. حجم المواد اللي مخزنه داخل هذا المستودع، وهذه اؤكد لكم انها في المناطق الشماليه من اليمن في منطقه صعده وما حولها. لاحظ حجم الانفجار، حجم المواد اللي مخزنه داخل هذا المستودع. في مجال العمليات البحريه تستمر عناصر القوات البحريه لقوات التحالف القيام بواجباتها فيما يخص تسهيل حركه السفن والتفتيش والزياره ومنع امداد هذه الميليشيات باي نوع من الامداد. هناك الاجراءات التي تتخذها الحكومه اليمنيه الشرعيه من خلال عناصرها المتواجده على الارض ويرصدون جميع الانتهاكات التي تتم من قبل الميليشيات الحوثيه. الوزير الايراني يعرف اذا هناك مبادره سياسيه اي باب يطرق.